ميكا البغدادي وطليقها مسلم بكل أريحية وبدون حساب نشرت له لخطيبته الجديدة فيديو وعلقت عليه إنه مش هممها، وعلى إنستغرام كشفت إنها ماسكة عليه زلة. هي اللي ماسكة ميكا البغدادي على طليقها مسلم، وإزاي مسلم حاول يصالحها. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مفيش مكان على السوشيال ميديا الا في حكاية ميكا بغدادي وطليقها مطرب المهرجانات مسلم. ميكا مش سايبة منصة على السوشيال ميديا غير وبتتكلم على طليقها مسلم، حكت عنه حكايات وكشفت كواليس يمكن لأول مرة نعرفها. ميكا وعلى تيك توك حاولت تلقح على طليقها مسلم وخطيبته الجديدة، نشرت فيديو المسلم ولخطيبته الجديدة وهما بياكلوا في مطعم سوا، وبعدين نشرت عليه فيديو تاني وهي كأنها بتعلق عليهم ومش هممها انهم سوا. طبعا الفيديو اللي نشرته ميكا ده على تيك توك فهم منه الجمهور انها بتلقح على مسلم وعلى خطيبته الجديدة. الفكرة ان بعد كلامها ده والفيديو اللي نشرته كان لمسلم لقاء تلفزيوني فيه بيتكلم على ميكا وقال في حقها كلام خليها ترجع تاني وتتكلم عنه. ميكا بعدها بساعات نشرت مقطع فيديو على حسابها الرسمي على انستجرام ردت من خلاله على تصريحاته الأخيرة بخصوصها. ميكا قالت انها كانت مهتمة بمسلم اثناء جوازهم وانها مش منشغلة عنه زي ما ادعى، وانها فتحت مشروعها الخاص بعد وقوع الطلاق باسبوع وكانت صداقتها بتشرف على التجهيزات بدلا منها. بالنسبة بقى للنقطة المهمة اللي ذكرناها في العنوان وهي الحاجة اللي ماسكها ميكا على طليقها مسلم، فدي لان ميكا هي بترد على مسلم على انستجرام نشرت لي فيديو سابق وهو بيعتذر لها لانها اتحملت حاجات صعبة جدا على اي واحدة تتحملها، بتلمح يعني انها تعرضت للخيانة وما صرحتش بده وقتها. انتم ايه رأيكم؟ هل مسلم يعمل كده فعلا ولا لا؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، وعلشان تقولوا رأيكم صح هكمل لكم ايه اللي قاله مسلم على ميكا بغدادي بالصوت والصورة. مسلم كان في حوار تلفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر من كام يوم وكشف فيه عن كواليس طلاقه لميكا البغدادي أم طفله الوحيد والأزمة اللي بينهم وخلافاتهم على السوشيال ميديا. مسلم قال في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار إن مؤخرا القصص الشخصية بقت متغطية على الفن، وهو زي أي حد طبيعي بينزل استريهات، ولما طلع أعلن على انفصاله عن طليقته عمل كده علشان الناس ما تفكرش إنهم لسه مع بعض، ودلوقتي طليقته بقت مشهورة لما اتطلقوا واتشهرت بسببه. بيقول كمان قعدنا مع بعض سنة ونص، أنا مش من الرجالة اللي بيتشهروا ويشوفوا زوجة تانية، الحمد لله إحنا مرتاحين ماديا من زمان، وأنا لما طلقت عملت كده علشان ما فيش تواصل ما بيننا ولا فهمة، وكانت صاحبتي واكتشفنا إن دماغنا مش شبه بعض، وعلشان كده انفصلنا بكل احترام. ابن حتة من قلبي وبشوفه كتير. كلام مسلم كمل كلامه وقال أنا بحب الخير لكل اللي حواليا وأفتخر بيهم قدام الناس، وأنا ما غيرتش من نجاح طليقتي لما اتشهرت ما أثرتش عليا، وأنا ما اتجوزتهاش عن حب لكن هي أكيد كانت بتحبني، لكني بحبها بعشرة مش عن حب قوي، واللي مصرعني على الجواز والارتباط إني ما بحبش أمشي غلط، علشان كده اتجوزت بدري لأن رجل شرقي صعيدي من طهطة في سوهاج، وتعلمت الرجولة والشهامة والأصول وما قصرتش مع أي حد، وتعلمت إن البيت أهم من الفن ولا المجال الباقي. طيب انتوا بقى في النهاية ايه رأيكم في علاقة مسلم وطليقته ميكا البغدادي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.